الشيخ، وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن سعيد بن جبير وقع في فتنة ابن الأشعث. نعم، ابن الأشعث خرج على عبد الملك بن مروان فتبعه بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله عن اجتهاد منهم، وما في شك أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ولو كان فيه نقص ما يجوز الخروج عليه، إذا انعقدت بيعته لا يجوز الخروج عليه ولو كان عنده نقص ما لم يصل إلى حد الكفر. نعم.